أهلا وسهلا بكم جميعا. طبعا وجودي هنا الحين على منصة تيدكس والأضواء كلها متمركزة علي هنا علشان شيء واحد، علشان جاتني فرصة واستغليتها. أي فرصة تجيك تقدر تستغلها وتقدر ترفضها، لكن الحياة هي تجربة وانت عايش مرة واحدة. هادي غامر، جرب، شوف أي شيء تحب أسوي. طبعا مننا ما عنده هواية؟ هذا سؤال بسيط سألت للناس الأصدقاء والأقارب، فاكتشفت أنه كثير منهم قال ما عندي هواية. يعني الموضوع صعب جدا لما تشوف، يعني لما تكون في آخر أيام حياتك، في كنت تتذكر موضوع الطاقة اللي كانت فيك وانت شباب، راح تتحسف على الشيء هذا، لأنك في آخر أيام حياتك راح تتحسف على الأشياء اللي انت ما سويتها. فليش ليش الهواية مهمة؟ يعني في ناس كثير نجحوا بسبب هواياتهم. اعتبر الهواية هذه طفل صغير مسك الهواية رباه نماه لين وصل مرحلة صارت إن الهواية موهبة مش هواية. طبعا لما كنت صغير كنا جالسين نتابع تلفزيون، فأنتم عارفين أجواء أول تكون كل العائلة موجودين في مكان واحد يتابعون التلفزيون، فكان التلفزيون على قناة الإمارات، فكان تقرير عن طيارات ريموت كنترول. أنا أدرك وأنا بفك الطوق عشان أقدر أخذ راحتي بالكلام. فعلى العموم كان التقرير عن طيارات ريموت كنترول، فكعادة أي طفل صغير إنه على طول يروح لأبوه يبغى هذه اللعبة هذه. طبعًا هي إحنا نشوفها كلعبة إحنا أطفال، لكن هي بالأساس هي هواية عالمية طيارات ريموت كنترول. فاللي صار إن قال لي أبوي إنه يا ولدي ترى هذه الطيارات والهواية هذه ما هي لك، أنت على ما قال خلك من أبو ريالين وجاي، هذه حاجات حقت ناس كبارية ومسؤولين، لأن أسعار الطيارات هذه كانت تتراوح من 15 إلى 30 ألف بالأحجام هذه. فالهاجس هذا ما طلع عن بالي لحد ما وصلت سادس ابتدائي، مرورا بأول متوسط، فكانت هي بدايتي بتأسيس شركة توازن لتصميم المواقع. طبعا حنا مكبرين أيام المنتديات نقول شركة وشركة، هي بغرفة نوم حط لي لابتوبين وقضينا نقضيها الله. فعلى العموم أنه من غرفة النوم هذه سويت فيها شركة خاصة فيني تتكلم عن تصميم المواقع، فحققت فيها إنجازات كبيرة ولله الحمد، مواقع حكومية سويناها في حائل، فشغل كبير كان بقى. فوقتها كنت صغير بالعمر، أي أول شيء أسويه أني أنفذ الشيء اللي براسي، فالشيء اللي براسي هو طيارات الريموت عالقة هنا مخي، لا لازم أسويها. فولله الحمد دخلت هواية طيارات الريموت كنترول، فأصبحت أحد المحترفين بهذه الهواية، وصلت يعني مستوى عالي بهذه الهواية، وما وقفت هنا، صنعت طائرة ريموت كنترول وخذيت فيها المركز الأول بالجامعة. فهذه صور من الطيارة أثناء العرض أثناء التصميم. فلما شفت الوقت أنه الأضواء بدت علي، كلمني التلفزيون السعودي قال يا رجل نبغاك في لقاء. أنا أول شيء سويت دقيت على أبوي قلت يبا أنا بطلع بلقاء بالتلفزيون. فالوالد الله يطول بعمره، طبعا الوالد هو أكبر داعم لي في مسيرتي، لا معنويا ولا ماديا، وهو المتابع الدائم للأعمال بكل شيء، يتصل ويسأل. فتحية للوالد وموجود معنا الحين. فطبعا اللي صار أنه وجهت الوالد قلت لها أنا طلبوني التلفزيون السعودي أطلع في لقاء. الوالد يدري أني عنيد، فهو يعني موضوع سابقا كان موضوع صعب لما تطلع أنت من أنت عشان تكون مؤهل أنك تطلع بالتلفزيون. فقال لي من أنت وشايف نفسك عشان تطلع بالتلفزيون؟ أنا هالشي هذا ثربي. طبعا هذا الاعتراف لأول مرة يدري أبوي بعد 7 سنوات أنا عانت أبوي طلعت بالتلفزيون وما يدري للآن. أنا أعتذر منك يا طويل العمر.
فهذا الاعتراف الأول للوالد من 7 سنوات إني فعلًا طلعت على التلفزيون وكانت في حلقة كاملة عن مشروع طائرة الروبوت كنترول. فمرت السنين والسنين بما أني محب المجال التقنية. فاللي صار إنه أنا محب المجال التقني بنفس الوقت الإعلام، فكيف أدمج الحاجتين مع بعض؟ اللي صار إنه قلت لا أبغى أكون الآن أي فكرة عشان أطرح فيها بالمجال هذا. فتوجهت الموضوع الشروحات التقنية، الأخبار التقنية، الوضع تغير، صار فيه متابعين، صار فيه ناس، بدأ يكبر رأسي. قلت أوكي أنا الآن بغير اسمي، أبحط تحت اسمي تقني. وللآن الشباب مسكين علي بالاستراحة يقولون لي تقني. فاللي صار وشو؟ أنه بدأ يتطور الموضوع، الأصدقاء، العائلة، أي شخص تصير عنده مشكلة تقنية على طول يتوجه لمحمد. فمن هذا الموضوع ففي أحد الأشخاص المقربين لي جدا صارت له مشكلة مع الشركة اللي يشتغل فيها. أول شيء سواه اتصل على محمد، يا محمد أنا واقع في مشكلة، يطلع لي من المشكلة يدخل السجن. يا رجل طيب شو سوي أنا، الموضوع كبير علي. قال أنا دخلوني في قضايا ومشاكل وا لازم أخترق نظام الشركة. قلت يا شوي شوي، أنا حدي شروحات تطبيقات، ما وصلت لمستوى الاختراق والأشياء. فأصر علي الرجال أنه لا أنت الآن هذا الوقت اللي يحتاجك فيه، يا توقف معي يا من صديق. قلت أوكي. جلست شهر كامل منعزل وتعمق في مجال البرمجة ومجال المصادر المفتوحة للأنظمة. فدخلت في تعمقت في المجال هذا، لكن بنفس الوقت جالس أتابع شروحات ومنتديات. والمشكلة أن الشروحات هي أصلا قديمة، ثغرات صاير علي أخبار منتهي موضوعه ومقفلة من أيام سنين. فنهاية الموضوع بعد شهر كامل للأسف أني فشلت بمساعدة هذا الرجل. فأنا كنت محبط وقتها لأنه شهر كامل ما تنام، أول ما تصحى الأجهزة قدامك، موضوع جديد عليك، تحاول تدخل أنظمة، فالموضوع صعب جدا. لكن بنفس الوقت كنت محبط. فكلمت الرجال قلت والله اعتذر منك، الموضوع طلع من يدي، ما اقدر اساعدك بالشيء هذا. الرجل كان مأمل فيني تأميل كبير جدا. فاول شيء سواه قال ليش تكذب على الناس، ليش تقول للناس انك تقني وانت اصلا ما سويت شيء، انت اصلا ما جالس تقدم شيء. فالشخص هذا بما انه مقرب لي قام يجلد فيني بالكلام لحد ما اثر فيني داخليا، واضطريت اني اقفل جميع حساباتي في السوشيال ميديا لمدة سنة كاملة عام 2016. فكنت محبط من الموضوع هذا، موضوع كان معي صعب جدا. لما شخص تشوفه داعم لك فجأة يقول لك انت ما تستاهل المكان اللي انت فيه. فجلست سنة كاملة، يعني ما بين انه ما في فرق بيني وبين الجدار، ما لي اي فائدة، ما لي اي وجود. فقلت لا الحين لازم الموضوع يتغير اكبر من كذا، موضوع متى أنا مجلس على الحالة هذه. فمما أني هاوي تصوير وإخراج والأشغال هذه، اتصلت على نافل الشمري، كنتم كلكم تعرفونه، فتحية لنافل، هو أكبر بعد داعم بوقت البداية في مجال التصوير. لقيت على نافل، قلت يا نافل أبيك تسوي الإعلان، أنا أبغى أدخل مجال تصوير الزواجات. كانت فكرة بس بداية فكرة، لكن ما تقدر طبقت على طول. فخلال يومين قفرت حق شهر كامل. قلت لا الموضوع تغير، بيفتح لي استوديو الحين. فكان الاستوديو قلت لا بعد سنة بفتح الاستوديو على ما أجمع مبالغ. فخلال فترة بسيطة، خلال 30 يوم من بداية الفكرة فتحت الاستوديو لله الحمد. فكانت يعني فكرة أنه خلال سنة كاملة أفتح الاستوديو، ففتحته خلال 30 يوم. فهذا كان وقتي معكم ويعطيكم العافية. واللي أحب أقوله إن هوايتك هي ملكك، أنت من يحييها وأنت من يقتلها، ولا تكون مثل أي شخص تقليدي ما يحط الغلط على نفسه، يشوف أقرب شماعة له، وإذا ما حصل شيء إنه يرمي عليه أخطاء قال لا أنا محسود، أنا عندي عين. يا رجل أنت الله معطيك نعمة، معطيك صحة، معطيك طاقة، لا يغركم جسمي سمين، استروني يا رجال حركة شوي. فالله يعطيكم العافية ومشكرين.